عندما نقول الخلاف ننظر إلى طرف من أطراف الخلاف وهو يخالف الأطراف الأخرى، وليس هناك غير هذا. لا معنى لأن نقول إن الخلاف باطل والاختلاف جائز، لا، هو الاختلاف والخلاف شيء واحد، ومنه الجائز ومنه الممنوع. لذلك فإن الاختلاف، ونحن كما قلنا انطلقنا من الاختلاف بين الفقهاء، إذ لا نستطيع أن يعني نلم بكل الخلافات بين جميع العلماء يعني في الفقه والأصول وغير ذلك، لكن سوف نستمع إلى الخلاف الأصولي في الكلمة التي سيلقيها فضيلة الشيخ لمولود السرير الآن مع الخلاف الفقهي. الخلاف الفقهي منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فليس كل قول نجده في كتبنا الفقهية يعني نعمل به ونقره ونتأثر به ونعتبره يعني شيئا يحال عليه. لا، أول شيء يجب أن نفرق بين الخلاف المقبول والخلاف المردود، ونحن نمتلك في تراثنا الإسلامي عامة وفي تراثنا الفقهي خاصة نمتلك ثروة هائلة من الأقوال الخلافية، من الأقوال الاجتهادية التي جرى بينها أو بين أصحابها اختلاف. عندنا الآلاف المؤلفة من الأقوال الخلافية، هذه الآلاف المؤلفة من الأقوال الخلافية ليست كلها تعتمد، ليست كلها يمكن أن يستند إليها الإنسان ويقتدي بها ويعتمدها فتوى له في ما يحتاجه، لا أبدا أبدا. هذه الأقوال الخلافية ينبغي تمحيصها والتفريق فيها بين ما هو مقبول وما هو مردود، فنقصي المردود أولا، نقصي المردود، هذا لا يستحق أن يناقش ولا يستحق أن يبحث فيه ولا أن يعول عليه ولا أن يستأنس به. المردود مردود، ويبقى المقبول هو الذي نمحصه وننظر إلى مستنداته وإلى من بنى عليه، فنقوم حينئذ بالمفاضلة بين الأقوال فيما بينها. إذن أول شيء هو التمييز بين المقبول والمردود، وهذا هو أم الأبواب في التعامل مع الخلاف. كيف نتعامل مع الخلاف؟ أول شيء، الباب الأول للتعامل مع الخلاف هو أن نميز بين المقبول والمردود، وإلا سنفرق وسنمزق هذه الأمة إذا ألزمناها بأقوال ضعيفة، أقوال يعني مصدرها الجهل بالحكم، بل ومصدرها من هو جاهل بالعلم أصلا. إذا أشغلنا الأمة بهذه الأقوال الضعيفة البعيدة عن الصواب والنائية عن الحق، فطبعا سنمزق حينئذ ونجعل البناء هشا. إذن فأول ما يدخل في كيفية التعامل مع الخلاف هو التمييز بين المقبول والمردود. فضابط الأعم في الخلاف المقبول هو أن يكون خلافا صادرا عن عالم كان يقصد البحث عن الحق، هذا هو قصده، وأنه أي هذا الخلاف قائم على دليل علمي معتبر. فإن كان الخلاف هكذا، إن كان القول الخلافي هكذا، فمرحبا به، فننظر إليه هل هناك ما هو أولى منه وأفضل منه أم لا. أما المردود فهو الخلاف الذي مصدره الهوى،
مصدره التشهي، مصدره التعصب للرأي، مصدره شيء يناقض الشرع، يناقض أحكام الشرع ويناقض مقاصده الكبرى مناقضة صريحة. فكل من جاءنا بما يناقض الشرع فما جاءنا به مردود عليه، مردود عليه. لذلك فالأقوال الخلافية التي نتيقن ونتأكد من أن أصحابها جهلاء جاهلون، فهذه يجب أن لا تشغلنا. فما كسر الخلاف إلا هذه الأقوال التي لا أصل لها ولا سند لها. وقديما قال العلماء: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. مفهوم هذه القولة أن هناك من الجاهلين من تكلموا في الدين وتكلموا في الشريعة ويعني أقحموا في أقوال الفقهاء ما هو بعيد عن الفقه. إذن أول شيء التمييز بين الأقوال الخلافية المعتبرة التي لها سندها، لها أصولها التي تستند عليها، وهذا هو الخلاف المعتبر أو المقبول. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخلاف الذي لا يكون له نصيب وحظ من النظر، نظر فقهي وإعمال الأدلة والاستنباط وقواعد الاستنباط والوصول إلى النتيجة، هذا هو النظر الفقهي الذي إذا أعمله هذا وهذا وهذا ووصلوا إلى نتائج مختلفة فلا لا جناح حينئذ عليهم. لأن المقصود، المقصود في ما لا نص فيه أو فيه نص ولكنه ظني الدلالة، المقصود فيه أننا نجتهد، نجتهد إما في تحرير الدلالة الظنية أو نجتهد فيما لا نص فيه أصلا. فإن اجتهدنا واتفقنا فهذا من أحسن ما يكون، وعندما نتفق معناه أننا نجمع، ولكن قل ما يكون هذا، قل ما يكون هذا. إذن إن كانت الأخرى وهي أننا اجتهدنا ووصلنا إلى نتائج مختلفة، وصل هذا إلى قول والآخر إلى قول، فكانت في المسألة التي بين أيدينا قولان أو ثلاثة أقوال أو ما إلى ذلك،